أيضا من أسئلتي يقول: كيف يتخلص الشخص من المال الحرام؟ ما هي الطرق في ذلك مأجوري؟ المال الحرام إذا كان يعرف أصحابه الذين أخذه منهم يجب عليه أن يرده عليهم، أن يتوب إلى الله ويرده عليهم. أما إذا كان لا يعرف أصحابه، تاب إلى الله وأراد أن يتخلص منه، يضعه في مشروع من المشاريع النافعة، لأنه في حكم المال الضائع الذي ليس له مالك. نعم.